توجه المواطن الى مكتب التموين، اي مكتب تموين يعجبه داخل المحافظه اللي هيصرف منها. اهم حاجه يكون معاه بطاقه الرقم القومي بتاعته الشرعه منها، ويكون معاه تليفون، اي تليفون مسجل باسمه او احد افراد الاسره المراد المسجلين على بطاقه التموين اللي راح يستخدمها، ويتوجه للمكتب حسب نوع الخدمه. لو هيعمل بدل فائض او بدل تالف يكون معاه رقم البطاقه اللي هيتعمل لها الخدمه، ويكون دافع الحواله اللي قيمتها 20 جنيه باسم الشركه اللي تابع ليها المحافظه اللي هو فيها. بيعرف منين اسم الشركه؟ مكتب التموين بيقول له؟ مكتب التموين بيقول له. تمام. يعني في شركات تبع بتبقى تبع فارست، وتبع شركات تبع سمارت، ودول بيعمل الحواله بتاعتهم في البريد. شركات افيت بيعمل اللي هي اسكندريه ومطروح والقليوبيه، هم اربع محافظات، دول بيعمل الحواله بتاعتهم بحيره. حلو. دول بيعمل الحواله بتاعتهم في بنك اسكندريه، بنك الاهلي المصري. بعد كده لو في الحالات الاستثنائيه زي بدل الفصل الاجتماعي ما فيهوش مشكله خالص، ما بيعملش حواله. البطايق الاستثنائيه برضه ما بيعملش حواله، والبطايق الاستثنائيه اللي هي معاش اقل من 1200 ما بيعملش حوالات؟ ما بيعملش حواله. اللي هو القرار الوزاري الاخير ده ما بيعملش حواله؟ ما بيعملش حواله. يعني بتطلع له الكارت مجانا؟ بيطلع له الكارت مجانا. مجانا؟ يعني بس الكارت